انا عندي مريضه حبيت اعمل فيلر لشفايفها. قبل نعمل فيلر شفايف حبيت ان احنا نذوب القديم ونعمل واحد جديد، فسالتني سؤال وين يروح الفيلر بعد ما احنا نذوبه؟ طبعا احنا بنحط ماده اسمها حمض الهيالورونيدايز اللي بيكسر الترابط بين حمض الهيالورونيك اسيد. طبعا حمض الهيالورونيك اسيد حمض موجود في جسمنا، موجود اوريدي، مش حاجه غريبه. عشان كذا الفيلر اللي بنستخدمه الايام هذه ما بيترفضش من جسمنا، ما يعملنيش حساسيه، اقل بكثير من ايام زمان لما كان في سيليكون. فاحنا ايش اللي بيحصل؟ حمض الهيالورونيك اسيد موجود في جسمنا بطريقه معينه. لما احنا نسويه بالفيلر، كل فيلر بيكون فيه ترابط معين بين جزيئاته، بحيث انه هو يصعب على الانزيم هذا اللي موجود في الجسم. طبعا الانزيم نفس الانزيم اللي انا حقنته ممكن يكون موجود في جسمنا، بس بيهضم الهيالورونيك اسيد الى حد ما. فالفيلر احطه اليوم على بال ما يشتغل الانزيم ويكسر يكسر يكسر يكسر، ياخذ من 6 شهور الى سنه على حسب نوع الترابط. لو كان ترابط ثقيل بيطول، لو كان ترابط خفيف مثل فيلر شفايف بيكون سليم. لما يتكسر وين يروح؟ الترابط نفسه يتكسر بين الحمض الهيالورونيك اسيد، احنا لو شفناه هو عباره عن جل، جل كذا محطوط متماسك. لما احط حمض الهيالورونيك انزيم الهيالورونيديز بيتفكك الحمض، بيكون زي المويه، سايل زي المويه، فبنتخلص فيه منه بالطريقه المعتاده.